فان باس الهولندية اللي ما حصل لها نتأتي إلى ألمانيا في صيف 88. أيضا الاتحاد الهولندي حقق هذه الرغبة الجماهير وأتى بالفريق الاتحاد السوفيتي. تعتبر أيضا مباراة ودية على اعتبار 26/4 سنترة الكرة، واللاعبات المنتخب الهولندي في هذا اللقاء أمامك اليوم، ومنتخب هولندا تلعب الكرة وتوصل. لكومان، وكومان بينقلها الان امامك في 22/3/89 على اعتبار مباراه تعاد بينهم، وكره اللعب توصل الى فانبرغ. فانبرغ كره ما عم ينقلها، الجالس الناحيه الهولندي بياخذها في اللعب وتوصل. الله 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 الله. فان باستن، فان باستن هو المتعود الحقيقه في الاهداف. فان باستن بيلبس 9. فان باستن، فان باستن شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، هدف في خطف الحقيقة وفي زاوية صعبة جدا للمنتخب الهولندي في أول 3 دقائق، في أول 3 دقائق شوف بتعدي توصل إلى فان باستن. فان باستن شوفوا الإعادة للمرة الثانية، شوفوا الإعادة للمرة الثانية. كرة من عقب الملعب، المدافع الأيسر تلعب كرة في عرض الملعب توصل لفان باستن وبيحطها سلايد حلوه الحقيقه داخله على باستن. باستن 9 بيسجل اول هدف المباراه في الدقيقه. فان باستن المدافع الايمن بيلعبها الى طبعا لاعب جديد 8 اسمر بينضم مع ريكارد مع ريد خولت، ايضا هذا كان بالاحتياطي في كاس اوروبيه والان بينضم ايضا بكرة اللعب وتوصل كرة ملعوبة الى رود خولت بحطها براسه، توصل بردات اللعب بحطها بالجول. الله 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 الله. باستن وكرة ملعوبة ورايح لها ايضا لاعب رقم 11، هذا لاعب جديد في 4 اسماء الحين المنتخب الهولندي، 4 اسماء جدد في المنتخب ما لعبوا في روتن ووينتر وهوتكن. صفة اعادة لنهائي كأس اوروبية، كوزنسوف يلعبها في النص، شايف نص ساعة أمامك الآن. أيضا 1 هولندا لا شيء، الاتحاد السوفيتي كرة ملعوبة. ألينيكوف، دميانينكوف، دميانينكوف يلعبها قريبة إلى لتوفتشينكو، كرة ملعوبة شايفها حلوة حلوة، يطلع حارس مرمى لتوفتشينكو بيحط له كرة من الجهة اليمنى وشايتها الكرة على طول. شوف الإعادة، شوف لتوفتشينكو شايتها وحارس المرمى الحقيقة ستندرز أيضا بيحاول يصدها جنب القائم الأيسر كان في جميع المراكز. كرة اللعب توصل كرة ملعبة خطرة وقريبة توصل لحتى بالجول وحتى بالجول. الله الله الله، بيحطها بيحطها خولت، بيحطها رود خولت الحقيقة داخل المرمى وبيصيدها، لكن بتمر من القائم، بتمر من القائم. شوف خولت، شوف لعبها له، لكن ايضا القائم بيقف مع دسيف وكان ممكن كره اللاعبين الاحتياطي. كره اللعب توصل في توصل الله حتى الله 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 الله، حطها في مرمى، حطها في مرمى وحارس مرمى معصب ستندرز. ستندرز شوف شوف الاعاده، هذه الاعاده هذه الاعاده هذه الاعاده، شوف شوف لما لعبها له، شوف لما لعبها له وعدت حارس المرمى وعدت سلندرز، لكن ايضا بتابعها بتابعها وتطلع الكره من هولندا. بياخذ مباراه من عرق اللاعب بروتاسوف المهاجم الاتحاد السوفيتي، اول انذار في المباراه، اول انذار. كره اللعب توصل للمنتخب الاتحاد السوفيتي واللي بدا يبان ينقط الان في الشوط الثاني، وشايف كره اللعب توصل وخطر بها جول. الله الله الله، ألينيكوف كره اللعب الحقيقه ملعوبه في مكان، وكره شوف ألينيكوف رقم 7 بالفعل من دينامو كييف. شوف الاعاده، شوف الاعاده، شوف ألينيكوف اخذها، شوف 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 اخذها، شوف لمها، شوف لمها، شوف تركها زميله، شوف ألينيكوف شوف بيحطها بالفعل لكن بتمر جنب القائم الايسر، يفوتها ورايح لها كره اللعب توصل اغرب وخطره في مكان وبيحطها بالجول، بيحطها كره حلوه وقريبه الحقيقه كان ممكن تلمس الريلة، لكن متابعه غير سليمه من المهاجم الاتحاد السوفيتي، كانت كره ملعوبه في مكان سليم. شوف الاعاده، شوف الاعاده، شوف الاعاده. اندريه اندريه
أندريه. بدأ يبني الهجمات بشكل الحقيقة مجموعة مجموعة بشكل مثلثات أو بشكل مربع، ينقل الهجمة من الجهة اليمنى أو اليسرى، وبالتالي بتجد في تشكيل خطورة بشكل جماعة. تلعب الكرة اللي التعب سويتي بها إياها، إنما يقطعها توصل إلى ريكارد، تبدأ الهجمة أيضا مرة ثانية وبيأخذها فاننبيرغ وبيلعبها وخطر لما تمر برا الملعب، برا الملعب أوت. والكرة الحقيقة بدأت هذا ستة رات راتسو صاحب اول هدف في مرمى هولندا في اول مباراه لعبوها بالتصفيه المجموعه الاولى. راتسو سجل اول هدف، وكان الفريق الهولندي لعب اول مباراه كان خسران 1-0، لكن استطاع انه ايضا في المباراه النهائيه يلعب ويتقلب ويوصل المباراه النهائيه الى ريكارد. ريكارد اخر 10 دقائق هولندا 1 فان باستن. الهدف سجلها في دقيقه 4 من زمن الشوط الاولاني، وباستن بشوت وبيصيدها حارس مرمى فان باستن. ايضا باستن كان مسجل الهدف الثاني، يلعبها بايد ذا سيف، ايد ذا سيف هذا اللي شوف ياخذ مكانه بيعدي الحقيقه من سيرجي وبيشوت ياخذها فاننبيرغ. لعبها خلت 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 جول. بلنتي بلنتي بلنتي، ضربه جزاء عدى رود خولت من كرة كان فيها شك انها اوفسايد، شك ان فيها اوفسايد لكن ما فيها شيء. حق المباراة بشاور واضح الراي ما فيها شيء ابدا ابدا، ما فيها شيء. كرة لعبت وخولت كان في تغطية من الدفاع المنتخب الاتحاد السوفيتي بفرد المرمى وبيعدي من دسييف، وضربة جزاء ضربة جزاء في الدقيقة 40 في الدقيقة 40 ضربة جزاء دسييف. وهذا من راح يلعبها، من راح يلعبها؟ راح يلعبها كومان، كومان كومان شويت وراح يلعبها قويه في المرمى. كومان شوت وبيلعبها جول جول جول. كومان جول كومان في الدقيقه 40 كومان في الدقيقه 40 وتنتهي المباراه. هل تنتهي ايضا بهدفين وتبقى اعاده ايضا طبق الاصل لنهائي كاس الامم الاوروبيه، بخلاف لو كان خولت هو اللي حط الهدف كان حصل الكلام اللي مكتوب عليه. سوفيتي دقيقة 40 واضح امامك في الشارع هدف في داخل المرمى. شوف كان لاعب كنتو يوصل بعدها الى لوتر سوف بيحطها، لكن وين تروح الكره برا ملعب او ضربه مرمى. يصفر حكم المباراة معلن نهاية هذا اللقاء الودي بهدفين لمنتخب هولندا، لا شيء منتخب تحاسبتي في هذه المباراة الودية. سيداتي أنساتي سادتي أشكركم استماعكم في هذا اللقاء، أتمنى التقي معكم إن شاء الله في مباراة قادمة. خالد يوسف الحربان.